للحديث حول الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم لينا يعقوب الكاتبة والمحللة السياسية. سيدة لينا، يعني الجميع ربما يود معرفة ما الذي دار بالضبط من أسئلة رئيسية للسيد الوزير، وما الذي نتج في النهاية عن هذا الاستجواب؟ هو طبعا النواب البرلمانيين والصحفيين يعني ركزوا قبل بدء هذه الجلسة على موضوع الرئيسيين، على عدد القتلى وكيفية تعامل القوات الشرطية والأمنية مع المحتجين، والأمر الآخر عن مسيرة ينوي حزب المؤتمر الوطني تسييرها غدا دعما للرئيس البشير. جاء خطاب وزير الداخلية متوحور حول هذين الشقين، أعطى إحصائية حول أعداد القتلى وعدد التخريب سواء كان في الخرطوم أو الولايات، وأعطى أرقام يعني بعض النواب قبلها وبعض النواب اتهموه واتهموا مثلا القوات الشرطية أن أيديها ملطخة بالدماء لأنها قامت بقتل عدد من المحتجين. طيب يعني ما الهدف أو ما الدور الذي من المفترض أن تلعبه أو يلعبه المجلس الوطني ممثلا في البرلمان ممثلا في المجلس الوطني؟ استجواب ورقابة، ما الذي يفترض أن ينتج من هذا الاستجواب؟ لا شيء، لا شيء، لن ينتج. يعني هو البرلمان، يعني هو البرلمان لأنه معظمه من المؤتمر الوطني، هناك بعض النواب البرلمانيين المستقلين هم قلة، وبعض الأحزاب المعارضة وهم أيضا قلة، يعني قلة قليلة. حزب المؤتمر الوطني وشركائه هم الأغلبية في البرلمان، بالتالي هذا البرلمان يعني ممكن أن يعني يخرج منه معلومات، أن تقدم فيه مثل هذه التقارير، يعني أن يتم فيه طرح بعض الأسئلة المحرجة سؤال سؤالين، ولكن الدور لا يتمحور. هل هناك مشكلة في آلية عمل البرلمان؟ ألا توجد لجان متخصصة تقوم بالاستجواب، لجان قانونية وما إلى ذلك، خاصة وأن فيما يتعلق بهذه الوزارات السيادية في السودان أيضا تم توزيعها بشكل محاصصة سياسية، وهنا من يتحمل النتيجة؟ لا أحد يعلم. اللجان موجودة، ولكن ما هي إلزامية قرارات هذه اللجان؟ ما هي إلزامية توصيات هذه اللجان؟ هذه اللجان هي تصدر تقارير وتعرض في الإعلام، ولكن يعني تكون التقارير في وادي، يعني وتنفيذها في وادي تقارير الأجهزة الأخرى في وادي آخر، يعني لا توجد نقاط أصلا للالتقاء أو للتحاور. هو وزير يأتي ويعرض التقرير، يعلق عليه بعض النواب البرلمانيين، طيب. وإلى هنا الموضوع انتهى، يعني لا يوجد أكثر من ذلك في البرلمان، ولكن يمكن أن يتصعد الموضوع مثلا ويذهب إلى النائب العام، هو ممكن يفتح تحقيق بصورة مختلفة. كيف من الممكن؟ ما هي الآلية برأيك؟ ما هي آلية التحول إلى الذهاب إلى النائب العام فيما يتعلق بهذا العدد من الضحايا حتى وإن كان 19 كما يقول؟ هو الرئيس البشير أصلا أصدر قرار يعني بتشكيل لجنة تحقيق يرأسها وزير العدل، ويفترض أن وزير العدل بدأ يعني تحقيقه، وهو كان في 1 يناير هذا القرار الذي الآن له قرابة أسبوع ليشكل لجنة تحقيق، ولكن لأنه لا نتيجة حتى الآن من قبل هذه اللجنة. استمرار المظاهرات كانت نتيجة لهذا التأخر، ما السبب برأيك؟ لا، هو الأمرين منفصلين، الاحتجاجات مستمرة لأن أسبابها أصلا مختلفة تماما، والتقارير هذه هي تصدر أصلا من صورة روتينية. أما نتائج التحقيق فهي معلومة مسبقا، يعني الآن الناس جميعا يعلمون ماذا ستكون نتائج التحقيق، سواء شكلتها الأجهزة الأمنية والشرطية والنائب العام أو وزير العدل، أن هناك جهات مخربة هي قامت بزعزعة الأمن والفوضى وقامت بزعزعة الاستقرار، يعني هذا محور أساسي يعني يشكل نسبة 50% من التحقيق. بعد ذلك قد تأتي، يعني إذا انتبهتم إلى كلام وزير العدل، هو وزير العدل أصلا رفض أن يحدد من هم الذين تسببوا بالقتلى، رفض أن يفصح إن كانوا هم من الأجهزة الأمنية أو من الأجهزة الشرطية أو أنهم من الأمن الشعبي وهي قوات أيضا يعني تطبع للمؤتمر الوطني، أو إن كانوا مثلا من قوات الدعم السريع. هو رفض، قال لن أحدد ولن أكشف عن الذين تسببوا في القتل ما لم تنتهي عمليات التحقيق. نشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة سيدة لينا يعقوب الكاتبة والمحللة السياسية، كنت معنا هاتفيا من الخرطوم.